أبرمت اتفاقية بين الرعاية الصحية الأولوية ومؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية لتوسعة مركز البلاد القديم الصحي، حيث قام بالتوقيع من جانب الرعاية الصحية الأولوية رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الوهاب محمد، ومن جانب مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية الوجيه فاروق المؤيد، وذلك بحضور سعادة الأستاذة فايقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. وفي هذا الإطار تقدمت وزيرة الصحة بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية على هذا العطاء النبيل، مؤكدة بأن هذا الدعم يأتي في ظل المسؤولية الاجتماعية للشركة وفي إطار حرصها على دعم مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية وعلاجية للمرضى، خاصة المبادرات الداعمة للخدمات التي يتردد عليها المراجعين بشكل يومي من خلال مرافق الرعاية الصحية الأولوية. ومن جانبه أكد الوجيه فاروق المؤيد استعداد العائلة لدعم وتمويل المشاريع الخيرية والصحية بمملكة البحرين، مشيرا إلى أن دعم مثل هذه المشاريع تصب في خدمة المجتمع ورقيه، موضحا أن المساهمة في المشاريع الخيرية هي عنصر أساسي من استراتيجية الشركة والتزامها تجاه المجتمع في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. طبعا في إطار الشراكة المجتمعية جاءت هذه الخطوة والمبادرة من مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد الخيرية لتضفي بريقا، خلنا نقول، على الشراكة بين القطاعات في مملكة البحرين والدور المهم والمسؤولية المشتركة لتنمية القطاعات مثل القطاع الصحي. وطبعا التوسعة في مركز البلاد القديم بيكون لها أثر يعني ملحوظ وجيد بإذن الله على المستفيدين من الخدمة ومقدمين الخدمة، وطبعا هاي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتسيير الذاتي اللي تسعى في خطتها التطويرية تطوير البنى التحتية لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتلبية احتياجات المنطقة. التركيز على المجال الصحي بالنسبة لنا وبالنسبة للمواطنين وبالنسبة للي ممكن يتقدمون لنا في مجالات التعاون، وانهم يتحملون جزء من مجال التطوير اللي عندنا، لا يعني ان الحكومه عندنا مقصره في هالمجالات دي، لان الحكومه الحمد لله قائمه بواجباتها وبكل سخي وسخاء وبكل يعني من دون اي معوقات. الدلاله على ذلك المراكز الجديده اللي فتحناها 24 ساعه، هناك 3-4 مراكز جديده بتفتح ان شاء الله عن قريب، المراكز توزعت على كل مناطق البحرين، ما في اي قريه ولا اي مدينه الا قريب منها مركز صحي. نريد ان شاء الله نوصل خدمات حتى الى الناس في بيوتهم بالنسبه للعجزة وكبار السن. قررنا نبني مجمع صحي في بلاد القديم لخدمه المواطنين هناك، يساعد المركز الصحي هناك لزيادة الطاقة استيعابية له. وطبعا احنا اليوم نحتفل بتوقيع اتفاقية اللي هو توسعة مركز بلاد القديم، وهذه كانت نتاج مشروع جلالة الملك الإصلاحي اللي من ضمن مهامه كانت تكون في شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تنمية ونشأة المملكة. فطبعا تم التفاهم مع عائلة المؤيد ممثلة في سعادة الأستاذ فاروق المؤيد وصندوق عائشة أحمد المؤيد في أن يتم توسعة مركز بلاد القديم وتوسعة الخدمات اللي موجودة فيه وتكون مضاعفة.